السلام عليكم خوتي المغاربه خواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم الخوت هذا غادي يبقى كوم اون ريفيرونس باش فيما المجرمين والجلادين كساسوا الملك محمد السادس، منير المجيدي، عبد اللطيف الحموشي، الى بداو كيتناساو على ان شكون هو زكريا المؤمن، غادي نجبد لهم هذا الفيديو ونحطو لهم ونذكرهم كما كيقولوا ان الذكرى تنفع المؤمنين. هنا مؤخرا شفتوا يعني خرجوا هذا الخبيث رضوان الرمضاني، هذا العبد المطبل الغياط يعني العياش، يعني كل شيء كيعرف انه موالي للمخزن. المغاربه عامه كيعرفوا شكون هو هذا الشخص هذا. انا من هنا غادي نقول لكم، انا رضوان الرمضاني سبيتيني، عايرتيني، قذفتيني، قلتي كل شيء، شككتي كاع، قلتي باللي في التدوين ديال قلتي كاع ماشي راجل. انا هنا ما هادشي كيتقال، هادشي ديال الدراري الصغار اللي كدير ديال انت راجل انت ماشي راجل، ما غنجاوبش على هادشي. انا غير انا ما كتشوف ما عمرني ما داير شي خلخال في يدي ولا داير شي خلخال في رجلي، يعني فهمتيني. دونك الحاجه اللي بغيت نقول لك رضوان الرمضاني هو بكل صدق، والله حتى كنشفق عليك، والله ما حقد عليك، والله ما مقصلق منك، والله ما معصب عليك. عرفتي علاش؟ لانك عبد مأمور، عبد مأمور. عرفتي غير هذه بحد ذاتها صعيبه بزاف، لان ملي كتكون راجل وعايش الحريه، ويعني اي حاجه انا قلت اي حاجه كتبان لي في دماغي يمكن لي نقولها، اللي بغيت نقولها غنقولها. الانسان ملي كيكون حر وكيكون عارف شنو هي الحريه وعارف شنو هو العبد، صعيب هذاك الشيء علاش كنشفق عليك، لانك ماشي ديال راسك، ميمكنش يكون عندك راي حر تقول فيه الراي ديالك، زعما تكون حر في الراي ديالك، هذه سي امبوسيبل. لذلك يعني انا عارف شنو هي الحريه، ولذلك اشفق عليك وكنتمنى لك يعني يجي النهار اللي تحرر فيه من هذه العبوديه. نبغيك تشوف النهار اللي غادي يجيو فيه هاد الجلادين وهاد المجرمين للمحاكمه، اللي غادي نجيبهم فيه للمحاكمه وغادي نحاكمهم على التاديب اللي تعرضت ليه وعلى الاجرام ديالهم في حقي. ونبغي نشوفك ديك الساعه ونشوفك تحررتي، هذا اكبر انجاز بالنسبه لي. والله سيدي ما حقد عليك، والله ما معصب منك، والله سيدي الدنيا هانيه، ولكن اللي كنقول لك غنقول لك الخبيث، لان هذا افعال ديال الخبث. حاجه ثانيه هو انك قلتي في الفيديو ديالك على اساس انك انت ما كتشراش وما يمكنش والمخزن ما عندوش الثمن ديالك وانت غالي على المخزن. شوف معايا التدوينه خير رضوان، دونك انت هنا براسك خير رضوان كتقول على انك قلبتي الفيستا، على انك تبعت وشريتي، وعلى انك المخزن عطاك الثمن مزيان، دونك فهمتيني. دونك ماشي مشكل، شوف راه العامة ديال الشعب المغربي اللي فاهم وعارف عارفك على انك عبد، وكما كنقول لهم انا خوت شوفوا غير يعني الشفقة، شوية الشفقة وشوية ديال، لان راه الخوت راه صعيبة بزاف ملي كيكون ما تقدرش تقول الرأي ديالك، راه عرفتي لا فروستراسيون اللي كيعيش هاد السيد، راه الله يحسن عوانه وصافي. دونك انا هنا غادي او فون دو توا، انا عارف اللي او فون دو توا الداخل ديالك يعني فرحان على اساس انني كنربي دوك الاسياده ديالك، انا عارف فرحان. يعني هادو كاملين هاد الاشخاص يعني كيجيو قدامي وكينباطحوا. بغيتي تعرف شكون هو زكريا المؤمني، غنعطيك واحد البطاقه تعريفيه ديال زكريا المؤمني اللي دازت في قناه فرنسيه والمانيا اللي سميتها ARTE. نخليكم مع هاد الانترودكسيون وغادي نشرحها لكم من بعد بالعربيه. En tapant Zakaria Moumni sur Internet, on découvre que vous êtes né en 1980 à Takadoum, un quartier populaire de Rabat. Les nombreuses photos de vous, torse nu, en short et avec des gants, tentent à prouver que vous êtes boxeur. Une passion transmise par votre père, lui-même boxeur amateur, et nourrie par les films de Jean-Claude Van Damme, particulièrement Full Contact. Entraînement, combat, entraînement, combat. En 1999, vous remportez à Malte le championnat du monde de kickboxing dans votre catégorie et devenez le premier Marocain à se hisser aussi haut dans le classement mondial. Mais aussi le plus jeune, vous n'avez que 19 ans. Votre victoire vous donne droit à un poste d'éducateur payé par le ministère marocain des Sports, mais le décret royal ne s'appliquera jamais. Vous décidez d'enfiler vos gants et de vous battre. En 2007, vous émigrez en France, mais continuez de demander une audience auprès du roi Mohamed VI. Mais lors d'une visite au Maroc, vous dites avoir été enlevé, torturé pendant 4 jours au centre de Témara, siège de la DST marocaine. Vous affirmez avoir été battu, électrocuté, privé de sommeil, de nourriture, d'eau et menacé de mort. À l'issue de ces sévices, vous voilà condamné à 30 mois de prison.
Pendant votre détention soutenue par des ONG, votre femme Taline remue ciel et terre. Vous êtes finalement gracié par le roi au bout de 20 mois. Mais vous réclamez justice et portez plainte contre plusieurs proches du roi. Vous continuez les opérations coup de poing. Il y a moins de 3 semaines, vous déchirez en direct à la télévision votre passeport marocain. Et au Maroc, le peuple, je le déchire. Parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. Malgré des menaces et des intimidations, vous poursuivez aujourd'hui votre combat. Mais Zakaria Moumni, n'avez-vous jamais eu envie de raccrocher les gants? Donc, comme je suis là, je vais vous parler de l'arabie, mais je ne vais pas être bien avec le français. Donc, Zakaria Moumni, je vais vous parler de kickboxing. Zakaria Moumni, le maghrébi le seul, العربي الوحيد الافريقي الوحيد اللي فاز بلقب بطولة العالم في ديك الشامبيونا في سنة 99، وكنت اصغر مشارك في ديك في بطولة العالم كبار. زكريا المومني هو اول مغربي في عهد الملك محمد السادس كيفوز بلقب بطولة العالم، يعني تو سبور كونفوند، يعني الملك محمد السادس تربع او استولى على العرش في جويلية 99، زكريا المومني فاز بلقب بطولة العالم في أكتوبر 99، وبذلك كان أول مغربي كيفوز بلقب بطولة العالم في العهد ديال الملك محمد السادس. حاجة أخرى قلتيها في الفيديو ديالك، وواحد حاجة مهمة، هضرتي على المناضلين أبراهام السرفاتي وهضرتي على الفقيه البصري، ولكن واحد حاجة اللي مهمة هضرتي من بعد، قلتي هنايا زكريا المومني كيقول كيسب المقدسات كيسب رموز البلاد. بغيت نشرح لك باللي في ديك الوقيته دوك المناضلين ابراهام السرفاتي والفقيه البصري، كان الملك محمد الملك الحسن الثاني كان من المقدسات، وكان من الرموز ديال البلاد دريس البصري، وكانت الصحافه المراقيه والصحافه يعني الخبيثه كانوا امثالك، كانوا كيقولوا على ابراهام السرفاتي انه خائن، كانوا كيقولوا على يعني على فقيه البصري على انهم عندهم العماله مع الجزائر، وقالوا كاع على ابراهام السرفاتي منين خرج من الحبس صيفطوا الملك لباريس وقالوا على اساس انه خصو يمشي لفرنسا، قالوا انه ماشي مغربي، انه برازيلي. حاجه اخرى هو ان منين مات الحسن الثاني جاء الملك محمد السادس واعترف، قال بلي ان الاب ديالو كان مجرم، دار هيئه الانصاف والمصالحه وبين على ان داك السيد اللي كان مقدس في ديك الوقيته انه مجرم. كما هذا دابا اللي كتقول عليه انت مقدس كنقولوا عليه انه مجرم. والرموز ديال ديك الوقيته منهم الرمز ديال البلاد دريس البصري، راك شتي جرى عليه الملك ديك الساعه ومشى، مازال راه كانت عنده لافي دو لا شونس، مشى عاش في باريس. دابا المشكله هو هذا الرموز اللي كتقول عليهم الرموز، هاد المجرمين والجلادين ils pourront pas aller vivre en France. هذا هو المشكل، لان غادي يمشيو يتحاكموا، غادي يكونوا لا فرنسا ولا اوروبا ولا كندا ولا امريكا، ما يمكنهمش يمشيو، غادي تكون عندهم عليهم مذكره اعتقال دوليه. الا ما تحاكموش في المغرب غادي يهربوا لشي بلاد، يقدروا يهربوا لشي بلاد عربيه، شي دوله مخبيه اللي غادي يقدروا يتخبوا فيها، يعيشوا فيها مخبيين، ما يقدروش يسافروا، ما يقدروش يخرجوا، لان كما قلت لك غتكون عليهم مذكره اعتقال، غتكون عليهم مذكره بحث دوليه، والا غادي يتحاكموا. انت اللي كتجي وكتهضر وبغيتي تبين واحد الوقيته، كتبين لواحد الناس اللي ما عارفينكش على انك كتهضر على الشرف، وكتهضر شويه على كتهمك زعما الامور ديال الشعب. علاش ما عمرك هضرتي على التعذيب اللي الملك محمد السادس اعترف به؟ تيقول على اساس اعترف له كوميسار دي ناسيون زوني نافي بيلاي، كيقول لها على اساس انه كاينين حالات معزوله ديال التعذيب. اذا انت شنو كتكذب الملك؟ اذا الملك كيقول كاين التعذيب وانت واش غتقول ما كاينش؟ دونك علاش ما هضرتيش على الحالات ديال التعذيب؟ ما تقدرش، حيت كما كنعاود نقول لك لست بحر، ما يمكنلكش يكون عندك راي حر، انت عبد كتقول داكشي اللي قالوا ليك. نزيد لك حاجه اخرى، علاش ما هضرتيش على الافلام والصور ديال البورنو والصور ديال الناس في الاوتيلات؟ ديك تصورات مرأة مغربية هي والبنت ديالها قاصر، التصاور اللي تصورت فيهم انايا في المخابرات المغربية، يعني علاش ما هضرتيش على هذا الشيء هذا؟ علاش ما نددتيش بهذه الافعال الخبيثة وهذه الافعال الاجرامية؟
علاش ما هضرتيش؟ علاش شفناك كتنوض كتسب في الاساتذه كتعايرهم؟ انت راك مجرد، يعني كما قلنا لك كنعاود نقولها لك، مجرد خبيث، مجرد عبد مامور كتقول داك الشيء. لست بحر، وما غنطولش معك بزاف في هذا النقاش، لانني لا طولت معك في هذا الموضوع، يعني بحال كنتيق على انك واعي راك صحفي ولا شي حاجه. ولكن باش غنقول لك واحد الحاجه، انا كما قلت لك الاسياد ديالك كنربيهم، ومن هنا هذيك المجموعه ديال ميد راديو ذكرتيني فيها بزاف المرات، تهجمتي عليا. انا باش غادي نوضح لك وغادي نوريك على اساس انني هاد الاسياد ديالك كنربيهم، غادي نربي السيد ديالك الشرعي احمد الشرعي، هو اللي مسؤول، لان هذاك الشيء تقال في الاذاعات ديالو، تقال في المجموعه الاعلاميه ديالو، وهو المسؤول عليها. وانا غادي نوريك واش غادي نربيه ولا ما غنربيهش. دونك هذا الموضوع هذا طويته معايا، وهنا غادي نوريك دابا شكون هو زكريا المؤمني واحد الطريقه واحده اخرى. زكريا المؤمني هو اللي وقف العلاقات ما بين المغرب وفرنسا لأكثر من مدة سنة، لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية وفي تاريخ فرنسا كتوقف العلاقات لمدة سنة، لمدة سنة قطيعة، لمدة سنة. تصنط أوليدي مزيان، راه بالفرنسية وراه نشرحها لك من بعد بالعربية، تصنط. كيف ما سمعتي هنايا كيقولوا على أساس أن أكبر أزمة في تاريخ العلاقات ما بين الدول المغرب وفرنسا كتوقف العلاقة لمدة سنة. يعني زكريا المؤمني وقف العلاقات ما بين المغرب وفرنسا لمدة سنة، وزكريا المؤمني منع على الملك اللي يعني كيعشق فرنسا، منع على الملك محمد السادس أنه يحط رجليه في فرنسا طول ذاك المدة العام. وهذه لأول مرة في الحياة ديال الملك محمد السادس ما مشاش لفرنسا لمدة عام. دونك دخلها مزيان لراسك باش غتقول لي انت، غنتجاوب معاك انت. انا راه كنتجاوب مع الملك محمد السادس، مع هاد الرموز ديالك ديال البلاد وهاد المقدسين، كانوا يهبطهم كنملا عليهم فرنسا لمدة عام، ما كيحطش الملك رجليه تما كاينه. ولدابا ممنوعه فرنسا على المجرم والجلاد عبد اللطيف الحموشي، وممنوعه فرنسا على المجرم والجلاد منير المجيدي، ولا نعرفهم رجال يجيو تما كاينات. منين غادي يحطوا رجليهم تما كاينات، انت غايشوفوا كيفاش غادي يجيو من القضاء، هادوك هاربين من العداله، فهمتيني؟ دونك باش تدخلها مزيان لراسك. وغادي نزيدك واحد الحاجه اخرى، هاد المقدسات وهاد الرموز البلاد اللي كتشوف فيهم انت رموز، هاد الاسياد ديالك منير المجيدي وعبد اللطيف الحموشي، شوف هنايا الاسماء ديالهم فين مجبوده، فين مكتوبه في كبريات الجرائد الدوليه والعالميه. الاسم ديال الجلاد والمجرم منير المجيدي مكتوب هنايا، الاسم ديال الجلاد والمجرم عبد اللطيف الحموشي مكتوب هنايا. وهنا هذا هو الكتاب ديالي اللي سميتو لوم كي فولي بارلي هو، وهي مكتوبه هنايا تورتوري دون لي بريزون سيكريت دو ماروك. هذا كتاب خرج في وحده من اكبر دار النشر في فرنسا وفي العالم، اللي هي لا ميزون ديديسيون كارمان ليفي. وهذا الكتاب كيتباع في العالم كامل، يمكن لك تكومونديه ويمكن لك تقرا باش تفهم توت ليستوار، حيت هذا الصحفي خاصو يكون عارف ليستوار ديال الشخص اللي قدامه. دونك فهمتيني؟ دونك انا يكفي انني كنربي الملك محمد السادس، كنربي هاد منير المجيدي، كنربي عبد اللطيف الحموجي، بارك عليا انا غير هادو اللي عرفوا شكون هو زكريا المؤمني، بارك عليا لو غيست ما محتاجش لشي واحد نعرفو به. دونك هنا غادي نذكرك شي حاجه كثار من هاد الرموز ديالك، وهادشي هو المخزن برمته، المملكه المغربيه، المملكه المغربيه تنبطح قدام زكريا المؤمني خمسه د المرات. واش عارفه الخبيث أردوان الرمضاني ان المملكه المغربيه، والمملكه المغربيه، المملكه المغربيه ماشي شخص او لا مؤسسه او لا انسان او لا وزاره، لا، المملكة المغربية، المخزن والقصار وكل شيء والمالك والهيلومان، رفعت الدعوة الأولى ضدي ونباطحت قدامي وربحتهم، خسروا قدامي، رفعت الدعوة الثانية ضدي
وخسرات عاوتاني المملكه، يعني خائبه خاسره بالمالك بالروينه قدامي. المره الثالثه المملكه المغربيه والقصر والمالك وكل شيء الهلومان، وخسرات عاوتاني قدامي. واش فهمتي؟ بكثره الخسران بكثره ما المملكه المغربيه والقصر المالك، يعني الملك بالهلومان ديالو بالمخزن ديالو يعني وظف المملكه المغربيه قدامي باش تربحني، وخسرات ونباطحات قدامي وخدا الصفعات على الوجه ديالو. يعني هنا باش تفهم المملكة المغربية والقصر والمالك والمخزن ديالو كله حرك كل شيء وجا قدامي وكلا العصا وخسر ونباطح أمامي. أنت اللي كتقول على أساس شكون هو زكريا المؤمني؟ زكريا المؤمني هو اللي ربح المملكة المغربية، هو اللي ربح المالك أكثر من 5 مرات. وهنا يعني باش مرضاش المالك وخسر، يعني في النقد وفي كل شيء خسر في جميع المحاكم، حتى النقد وخسر في مشى للمحكمة العليا وطرح 3 الأسئلة، بغاو يبدلوا الكونستيتيوشن، بغا يبدل زعما الدستور، بغا يبدل يزيد فيه على أساس أننا يولد المملكة المغربية يمكن لها ترفع دعوة على شخص على هيئة زعما صحفية. هنا شو الصدمة الكبرى، وفي حكم تاريخي شنو كيخرج؟ قرار تاريخي وضربة قاسية للجلاد محمد السادس، أصدرت أعلى محكمة فرنسية حكما نهائيا يوم الجمعة 10 ماي 2019، لا يمكن لدولة أجنبية تقديم شكوى في فرنسا بتهمة التشهير، ويأتي الحكم بعد سلسلة من الالتماسات من المغرب الذي شعر بالضيق من انتقادات الصحفيين الفرنسيين وزكريا مومني الذي اتهم السلطات المغربية بممارسة التعذيب. هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة قضائية التي اجتمعت بكامل هيئتها وهو القرار الأكثر جدية سيشكل الآن صابعة قضائية. واش فهمتي السي الخبيث؟ والمالك هذا المقدس اللي كتعبدو إله وهذا الشيء كامل، وخسر قدامي في جميع المراحل ومشى لأعلى محكمة وخسر نهائي نهائي نهائي، كينباطح أمام زكريا المؤمني نهائيا، ما بقاش يقدر يدير شي حاجة، وفي حكم تاريخي وصابعة قضائية. تعرف شنو هي صابعة قضائية؟ هي جوريسبرودونس، صابعة قضائية، ما عمرها دارت من دابا بدات هذه. يعني أكبر إنجاز اللي دار زكريا المؤمني هو هذا، واللي كنهديه لجميع المغاربة واللي كنشرح لهم من هذا المنبر، هو الآن المملكة المغربية المملكة ديال التعذيب، المملكة الإجرامية اللي كتعذب الناس واللي كتغتصب الناس بالقرعة واللي كتغتصب الناس بالعصي واللي كتعذب الناس واللي كتصور الأفلام البورنو للمواطنين واللي كتدخل عليهم في ديورهم تصورهم واللي كتصورهم في الأوتيلات واللي كتهين المرأة المغربية وكتهين الأساتذة واللي كتدفع الأستاذات بالعصي من المؤخرة ديالهم واللي كتقيسهم في هذا الشيء يعني في الصدر ديالهم، يمكن لكم تعبروا ويمكن لكم تنددوا بهذا الإجرام ديال الدولة المغربية في فرنسا، وما يقدرش المغرب المملكة المغربية هاد المجرمين ما يقدروش يتابعوكم، لأنهم خداو صفعة واللي هي أن الدعوة ما عمرها تقبل ديال المملكة المغربية. ما يمكنش للمملكة المغربية ترفع دعوة ضد شي مواطن كي سوا مغربي أو أجنبي، لأنها يعني ما يمكنش تنصب كطرف مدني وما يمكنش الدعوة تقبل في التشهير. هذا أكبر إنجاز الخبيث الرضوان الرمضاني. واش عرفتي شكون هو زكريا المؤمني دابا؟ زكريا المؤمني هو اللي حبس المملكة المغربية، حبسها ووقفها عند حدها، هبطها منبطحة وخسرات في جميع المراحل، وخسرات قلت لك أكبر يعني في أكبر محكمة حكم نهائي، ما بقاتش عندها شي حاجة أخرى تمشي لها. فهمتي؟ يعني راه فتنا النقد، وهذه المحكمة سبيسيال كتسمى، ومحامين ماشي محامين عاديين، كان خاصني ناخذ محامين سبيسيال اللي كيخدموا غير لهاد الشكل هذا. إيوا عرفتي دابا شكون هو زكريا المؤمني؟ وراه قلت لك الملك محمد السادس كيعرف مزيان شكون هو زكريا المؤمني،
وهذوك المجرمين اللي مع منير المجيدي وعبد اللطيف الحموشي كيعرفوا مزيان شكون هو زكريا المؤمني. وهنا كنشرح لك اوليدي الا ما كنتيش عارف، ورا زكريا المؤمني هو اللي في التاريخ ديال المملكه المغربيه، في التاريخ ديال ليستوار ديال المملكه المغربيه، كيهبط المملكه المغربيه كتنباطح قدامي. يعني الملك محمد السادس والعصر كينباطح قدام زكريا المؤمني وكيخسر. دونك باش نشرح لك، انا غادي نحبسوا هذا الفيديو هنايا، وغادي نجيو للفيديو الجاي ديال نهار الخميس، غادي نهضروا على 6 المليار اللي قلتي انني انا طلبت 6 المليار، باش غنشرح لك بين قوسين 6 المليار اللي تقترحات عليا باش يشريو السكات ديالي، باش ما نهضرش على المجيدي وباش ما نهضرش على الحموشي، وكتعويض على هذا التعذيب وهذا الشيء، ولكن ما نسكت ونطوي وما نهضرش على هذا الدوك، لان هذوك الجلادين ما يتحاكموا ما يتحاسب حتى شي واحد. لان كما قلت لكم ما بغيتش ندير حلقه طويله، لان داكشي علاش قسمتهم على جوج، عطيناهم اليوم بطاقه تعريفيه ديال شكون هو زكريا المؤمني. ولكن في الحلقه المقبله ديال الخميس اللي غادا تكون يعني فيها شي تفاصيل على الكريمات، شي حوايج اللي ما عمرهم كانوا تقالوا في حتى شي فيديو من قبل، غادي تشوفوا كلشي بعينيكم. ونتمنى لهاد المجرمين وهاد الجلادين محمد السادس، منير المجيدي، عبد اللطيف الحموشي تكون رجعات لهم الذاكره ديال شكون هو زكريا المؤمني. وموعدنا النهار الخميس، كونوا في الموعد الخوت، لانكم غادي تشوفوا شي حوايج اللي ما عمركم سمعتوهم. وهنا كنتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا النهار الخميس. السلام عليكم، مع السلامه.